عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلى وفي عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. هنكسب لو نقول لأ لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها. في كتاب السيرة الذاتية لستيفن كينج كتب قصة حياة كاتب فرنسي مش مشهور اسمه هنري زيفاكو. هنري كان كاتب متوسط بيشتغل شغلانة تانية غير الكتابة، لكنه في نفس الوقت كان نفسه يبقى كاتب مشهور وليه مؤلفات. عدت عليه سنة في حياته مليئة بالصدمات والمشاكل اللي خلت علامات الحزن تتحفر في وشه، بدأ يأثر في شغله فترفد من شغله، روح بيته في منتهى الأذية النفسية، دخل مكتبه مراته حست بيه قالت تسيبه لوحده شوية، طلع ورقة وبدأ بالحس الكتابي بتاعه يكتب. كتب إنه ترفد من شغله في السنة دي، وإن أبوه مات في السنة دي، وإن ابنه عمل حادثة كسرت له عظمه وما قدرش يخش امتحانات آخر السنة في السنة دي. كتب في الآخر هذا أسوأ عام مر عليا في حياتي. دخلت مراته بعد ما طلع سايب الورقة، ومراته كانت قادرة إنها تحتفظ في وسط كل الابتلاءات دي بقدر من السلام والهدوء النفسي. بصت كده وشافت إن طريقة الدعم اللي تقدر تدعم بيها جوزها إنها تقلب الورقة وتكتب له كل اللي حصل بطريقة تانية. قالت له أنت مشوك من شغلك ودي نعمة كبيرة عشان تعرف تتفرغ للكتابة، وأنت بقالك 30 سنة في كتاب فكرته في بالك مش قادر تكتبه. أبوك توفي وهو عنده 85 سنة بعد ما أدى رسالته ورحل عنا في سلام، أما ابنك فربنا نجاه من الموت بأعجوبة وقعد فترة عشان يتعافى في البيت وشبعنا منه. هذا أجمل عام مر علينا. ده الفارق ما بين إنسان الأحداث الصعبة ممكن تفقده السلام النفسي اللي جواه، وواحد بيحارب لحماية السكينة في قلبه. من أكتر طموحات البشر اللي شفتها بعناية في الكورسات اللي حضرتها وعند المشايخ واحنا في مجالس العلم وفي القعدات اللي ما بيننا اللي بنتناقش فيها في مشاكلنا، من أكتر طموحات البشر إنه يطفي الفرن، فرن التفكير اللي في دماغه وفي قلبه، فرن المخاوف والقلق والغضب والإحساس بالإحباط. عايز تمشي ده وتجيب إيه؟ عايز أجيب شوية سلام نفسي، سكينة، هدوء نفسي، عشان أعرف أتعامل في مسؤولياتي الطبيعية بشيء من السكون والهدوء. السكينة، السلام النفسي ده ليه تمن، لأن في 100 حاجة وانت في رحلة وانت في معركة الحياة بتسلب منك السلام النفسي لو ما دفعتش تمن حماية قلبك وعقلك وحماية السلام في قلبك وعقلك. ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا، من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده
وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس أنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس أن الناس كلها جاية عليك فربك يقولك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك في القدر، ده من عندي من فوق، ده بجد يا رب من عندك، يعني ده في قصتي. طب خلاص ما دام من عندك خلاص، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية أسية وحزن يأكلك ويأكل السلام النفسي اللي جواك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تبقاش مهايبر على كل حاجة تبقى مرعوب إنها تضيع منك. الفرح هنا معناه شيء من التعلق الزائد بالدنيا، مش الفرحة اللي ربنا يحب يشوفها في عينينا. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كتر هموم الدنيا اللي مشتتاني وسرقة مني السلام النفسي، الأحزان اللي جاية من الماضي اللي بتخطف مني السلام النفسي، أجي بعد كده أدور على قلبي وعقلي في مسؤولياتي ملاقيهمش، ألاقي نفسي بزعق في العيال وبشتغل وأنا متعصب ومش عارف أفكر ولا أطلع حلول لمشاكل بسيطة جدا. كل ده ليه؟ مستهلك، مستهلك، وسلام النفسي ما دفعتش تمن الحفاظ عليه. وده اللي ربك يقوله لك في القرآن، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. بص الترتيبة دي بيتكلم إن كل حاجة في إيد ربنا، خليك معاه، لأنك أنت لو نسيت الحقيقة دي هتتخطف في كم من الهموم تخليك تقتل ابنك من خوف الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. شوف ربنا إزاي كان بيكون منظومة التفكير عند المسلمين في بداية الدعوة، بداية نزول القرآن، جايين من جاهلية الشيطان سارق سلامهم النفسي، فينزل القرآن يقول لك أسكن وخلي الله همك حتى لا تفقد هذا السلام. فإحنا النهاردة جايين مع بعض واحدة واحدة كده نتحمل مسؤولية وتمن الحفاظ على السلام النفسي. رضيت بك اللهم ربا وسيدا وبالمصطفى الهادي نبيا ومرشدا. رضيت إلهي فارض عني وردني بنفحة فيض تنجي اليوم والغدا. تعودت أن أشكو فليس لي سواك، ومن يشكو لغيرك ما اهتدى. وأنت علي فكن لي من أذى الخلق منجدا. أول تمن تدفعه لحماية سلامك النفسي في قلبك هو التناغم مع النقص. الله كتب على الحياة دي عدم الكمال، مفيش حد عنده كل حاجة. والتعبير النفسي الجديد اللي طلع من حوالي 15 سنة أو أقل شوية، مش متذكر التاريخ، اللي اسمه فومو، Fear of Missing Out، طلع مع ظهور السوشيال ميديا، أنك كل ما تتفرج على صور ناس بتتفسح ومسافرة ومش عارف ينطوا من طيارات ولابسين إيه، تحس ان انت في حاجات كتير فايتاك، فتصاب بشيء من الاكتئاب ياكل سلامك النفسي.
أهو التناغم مع النقص ده عكس الفومو، عكس fear of missing out، الخوف من الفقد. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو موزع الأرزاق المادية وحتى المشاعر، موزع الأرزاق المعنوية. وربنا لما قال في القرآن، وأنا عارف أن أنت حافظ الآية دي، بس بص ختمة الآية، قال تعالى ولنبلونكم، هتمر باختبارات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة دي شيء من النقص، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إحنا حاجته، إحنا مخلوقاته، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الآخر أنا هدفي لما أرجع له يبقى راضي عني، فأنا متناغم متقبل أقداره، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ربنا، رحمة ربنا وسكينة ربنا اللي بتنزل دي بتملى القلب بالسلام النفسي. والسر السكون والتناغم مع النقص. شوف كان فرعون لما سيدنا موسى راح يدعو إلى الله، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. عارف، بعيدا عن سيدنا موسى وفرعون، عارف لما حد يبقى عايز يهت حد فيفكره بغلطة كده زمان، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن فرعون بيقول لسيدنا موسى أنت جاي تكلمني عن العقيدة وأنت قتلت واحد زمان وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. شوف تقبل أقدار الله، إن حصل لي حدث زي ده في تاريخي، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. معنى الضالين هنا يعني خطأ، ما كنتش أقصد. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تقبل نقص أو أشياء حصلت وجعك في حياتك الماضية إن شاء الله تؤدي بيك لكل خير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا آية، خدها على تحقيقك لأهدافك. لو ما تحققتش بنسبة 100% عملت اللي عليك، ما خدتش الحاجة الكاملة اللي بتتمناها، قول زي ما النبي في الآية قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، دي قدرتي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. كمل الآية وإليه أنيب، أستسلم وأرضى، ومني بقى وأتناغم مع عطاء الله اللي ممكن يكون ظاهره بالنسبة لي لا ده مش اللي كنت أتمنى، ده أقل شوية، رضا أقدار ربنا سبحانه وتعالى. فأول تمن تدفعه لحماية سلامك النفسي في قلبك هو التناغم مع النقص. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها. عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلو في عينينا. هقول لك على تمن مهم جدا، لو تحملت مسؤوليته نفسك هتبقى هادئه ساكنه. التمن ده انك انت تعرض عن الصراعات المغرية. تعرف النفس البشرية دي بتحقق ذاتها بالخدمات، انك تخدم واحد وتساعده تحس بقيمتك، ممكن تحقق ذاتك بالإنجازات، تتعب فتلاقي ثمرة تعبك فتشعر بقيمتك، وساعات تحقق ذاتك بالانتصار في الصراعات. بعضنا مركز في موضوع الصراعات ده، انه يحب يتكلم ويتخانق وينتصر ويجيب معلومة ويقولها ويتناقش عشان يثبت لك انه عارف اكتر، ينقل حد اغتابك عشان انت كمان ترد عليه فينقله، فيبقى في موضوع دايما. وانت عندك شوية ارادة وشوية طاقة، لازم تبقى بخيل بالطاقة دي، ابخل بنفسيتك. لان احنا دلوقتي ما بقيناش قاعدين في بيوتنا مقفول بابنا علينا، انت قاعد في تليفونك العالم كله والناس كلها بصورها باخبارها بجوازها بطلاقها بحوادثها بمشاكلها. عشان كده كان كتير من الأوقات ما علماء النفس يقولوا ما تقعدش حتى تتفرج على المصايب اللي بتتنشر على السوشيال ميديا،
لما تحصل حادثة فيها الناس مثلا بتتصاب، كان دكاترة النفسيين يقول لك ما تقعدش تتفرج، ايه بس انا عايز اشوف ايه اللي حصل، اقرأ ايه اللي حصل. لكن تشوف واحد متصاب ولا حصلت له حادثة وانت مش مطلوب منك تعمل كده، بيعمل لك ما يسمى باكتئاب ما بعد الصدمة. وقال لك لما تقعد تتفرج على الخناقات دي والإصابات دي والمشاكل دي، حتى ما بتلاقيش حد يطبطب عليك، لأن الناس اللي كانت في المشكلة نفسهم هم لقوا اللي يحن عليهم بعد كده ويسأل عنهم. انت اتفرجت واندمجت جدا جدا وطاقتك استنزفت، حتى ما لقيتش حد يطبطب عليك بعد كده. قفلت السوشيال ميديا بعد ما شفت الأزمة الكبيرة دي، وقعدت بقى من جوه مستهلك. عشان كده لما ربنا اتكلم عن الإيمان والإيمان مستقره في القلب اللي ممتلئ بالسلام النفسي، قال قد أفلح المؤمنون، 2 الذين هم في صلاتهم خاشعون، 3 والذين هم عن اللغو معرضون. وكأنك صعب جدا تجيب قلبك ونفسيتك في الصلاة طول ما أنت منشغل باللغو، صراعات وخناقات لا ينبني عليها أي عمل. واسمع الآية الثانية، قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، ما بيفتريش على حد، وإذا مروا باللغو مروا كراما. شوف الكلمة عاملة إزاي، أنا أكرم نفسي إن هي بالمصري تفرهد في الصراعات دي. طب والآية الثالثة، قال تعالى وإذا سمعوا اللغو، صراعات ومشاكل وكلام وغيبة ونميمة وده اتجوز وده طلق، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. إحنا عندنا حاجات مشغولين بيها، في آخرة عايزين نرضي ربنا، في أدوار شريفة ربنا أقامنا فيها، مفيش وقت في نفسيتنا ولا في قلبنا ولا في عقلنا، مفيش مساحة. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إحنا ما بندورش على الصراعات دي اللي هي مغرية تخش فيها وتقول رأيك وتنقل أخبار وتنتصر على المختلف معاك، تيجي بعد كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم مش لاقي قلبي في الصلاة. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل واحد قال له أنا ألفت كتاب فيه خلاف العلماء، إيه رأيك نحط الآراء المختلفة ونسميه كتاب الخلاف؟ قال له لأ، سميه كتاب السعة، إن ديننا واسع وفيه آراء مختلفة، هي مش خناقة نبقى ليل نهار بنضيع وقتنا فيها ونفسيتنا، دي سعة عشان كل واحد يعرف يروح لربنا من الطريق الأنسب ليه. فإذا أردت أنك أنت تحمي السلام النفسي في تمن مهم، ألا وهو أنك أنت تعرض عن الصراعات المغرية. مولاي وسيدي، ليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى، فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني، وباب من أقرع إن تكلني، ومن أتمنع به إن لم تكن لي. فاللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وأحسن اللهم عاقبتي في الأمور كلها. اللهم لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا، واكفني اللهم جهد البلاء وسوء القضاء يا مولاي ويا سيدي. عشان تعرف تحمي سلامك النفسي محتاج انك انت تتعلم كيف تخلو بنفسك عشان تصلح منها ما افسدته الاحداث، وده التمن اللي كل واحد فينا مسؤول يتعلمه، ودي رحلة لغاية ما تجيد وتحترف الخلوة بنفسك. عايزك تتخيل كده صانع ماهر فاتح بطن جهاز وعمال بدقة يصلح فيه عشان يرجعه أحسن مما كان بعد ما باظ. ده اللي مطلوب مننا بالظبط مع نفسنا، أبقى قادر أقعد مع نفسي أمضغ الأفكار عشان أعرف عقلي يهضمها. تخيل المشهد ده، واحد بيمضغ الأكل كويس عشان يبقى سهل الهضم في البطن، كذلك الأفكار والأحداث والمواقف الصعبة والسخيفة أو حتى النعم. كان سيدنا
عمر بن الخطاب بيقول خذوا بحظكم من الخلوة. لازم أعرف أتعلم لما يحصل حدث سخيف أقعد أتأمل في حكمة الله وإيه بالظبط اللي ربنا أراد أنه يوصله لي من الموقف ده ليا أنا. فاكر لما ربنا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نفس المثل، واحد خد منه معنى، هضمه، اتعلم، بدأ يتحرك بالمعنى اللي ربنا بعته. ده بيحتاج خلوة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يعني اختلاف الأحداث بتاعت الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللب هو العقل الفعال اللي شغال. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ده مش في وسط الزحمة يا جماعة، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، مش ممكن. الأذية اللي حصلت لي، الكلمة اللي وجعتني، النعمة اللي جت غرقتني في نعيمك يا رب، مش ممكن إلا وفي حق معنى من وراها. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عشان كده اللي بيعرف يخلو بنفسه بيعرف ينظف أي أثر سلبي حصل من حد أو من حدث أو من تصرف وحش هو عمله وبيندم عليه. يعرف يحافظ على السلام النفسي، يعرف يعالج زي الصانع الماهر اللي بيصلح الجهاز فرجعه متعافى أحسن من الأول. وكان وهب بن منبه ينصحنا النصيحة دي، يقول ينبغي للعاقل ألا يخلو يومه من 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه العبادة، وساعة يخلو فيها بنفسه، وساعة يخلو فيها بمعاشه يشتغل عشان يكسب فلوس، وساعة يخلي بينه وبين لذات نفسه وما تشتهي، يعني من الحلال. فكأنه بيقول من ضمن الحاجات الانبساط اللي انت عايزه الحلال وشغلك وعبادتك وخلوتك. خذوا بحظكم من الخلوة، ساعتها تعرف دايما تصلح ما أفسدته الأحداث من سلامك النفسي وانت قاعد مع نفسك كده بتتأمل في أقدار الله. وفي الآخر السلام النفسي ما هو إلا عطية وكرم من رب العالمين، واللي نفسه فيها فرن عمال شغال في المخاوف وقلقان من بكرة وحزين على مبارح يقف على باب ربنا وفي سجوده يدعو بالسكينة والطمأنينة، والله بمدده العالي وقدرته قادر أن يعطيك فوق ما تتمنى. عارف إن الصح ساعات بيبقى تقيل علينا وإن الغلط أوقات بيحلى في عينينا، أنا وإنت بين السكتين هنحدد إحنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من حاجات غلط بتندهلنا وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها.